السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلوس. كيف حالكم يا طلابي؟ الحمد لله. ما التاريخ لهذا اليوم؟ تامر؟ أحسن. التاريخ لهذا اليوم هو 9 أيار 2018، واليوم هو يوم ندى، اليوم هو يوم الأربعاء. في هذه الحصة يا طلابي سنأخذ حصة فيها التنشئة الاجتماعية والوطنية، ونتابع فيها لبنة من لبنات التعلم التي أخذناها طوال العام الدراسي. وهذه اللبنات، من يذكرني بمعنى اللبنة؟ تعريف اللبنة التعليمية. اللبنة التعليمية هي يا ندى؟ هي مجموعة مترابطة حالية، مجموعة من المهارات الحياتية التعليمية، أي مهارات حياتية نربطها في التعليم، مهارات حياتية نربطها في التعليم. طيب، ماذا استفدنا من هذه اللبنات؟ ماذا استفدنا من هذه اللبنات؟ أي يا ليان؟ الحوار. الحوار متبادل، أحسنتي. أيضا الحوار. تبادل الحوار، نفس إجابة زميلك، حاول أن تعطيني إجابات أخرى. أي تامر؟ الرسم. الرسم. التعبير بالتلوين. التعبير بالتلوين، أحسنتم. والآن سأعرض لكم فيديو من خلال جهاز العرض، أريد منكم أن تتأملوا هذا الفيديو جيدا وتدققوا فيه، لأنني سأطرح عليكم بعض الأسئلة. جاهزين؟ والآن سنطفئ الضوء الصاف لأشغل لكم الفيديو. لنشعل الضوء. ماذا شاهدتم في الفيديو؟ ماذا شاهدتم في هذا الفيديو؟ أي مجموعة من الناجحين. مجموعة من الناجحين، ناجحين في ماذا؟ ناجحين في الجامعة. في الجامعة، إذن شاهدتم مجموعة من الناجحين في الجامعة. طيب، بشكل عام هذا الفيديو كان يعرض ماذا؟ تخرج طلاب وطالبات من المدرسة. من المدرسة؟ هذا فيديو تخرج طلاب وطالبات من المدرسة؟ لا. لا، بل من ماذا؟ من الجامعة. من الجامعة، هذا تخرج طلاب من الجامعة. إذن هذا الفيديو حضرته يحكي عن حفلة تخرج من الجامعة. من هذا الفيديو سننطلق إلى لبنة جديدة من لبنات التنشئة الاجتماعية اللي عنوانها بعد التخرج سأكون. إنها لبنة جميلة، لأننا سنبحر في عالم الخيال ونتخيل أنفسنا عندما نكبر ماذا سنكون؟ ماذا سنكون؟ إنه شعور جميل أن ننجح ونتخرج من الجامعة.
طيب سأعرض لكم صورة، بعض الصور أخرى عن طريق الجهاز. لنطفئ الضوء مرة أخرى. أريد منكم أن تشاهدوا هذه الصور. هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية، شاهدتم الصور؟ أيضا بالإضافة إلى الصور سأعرض لكم شيئا على السبورة، وهو هذا الشيء. ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ أي محمد؟ روب تخرج. أحسنت. أيضا ماذا تشاهد؟ قبعة. قبعة. شو هي قبعة؟ قبعة حكت. قبعة ايش؟ اي ليان؟ ايوه هاي قبعة تخرج. اذا هذا الشيء الذي امامك هو روب تخرج وقبعة. طيب وايضا ماذا تشاهد؟ تولين حطة، هي شكل حطة لكن هذا الذي يضعه يا تولين وشاح. وشاح، هذا وشاح التخرج. ماشي. هاي الصور، هاي الوشاح عنا ممكن يكون لونه أبيض. ممكن يكون لونه أصفر. هاي التقليل. طيب هذا الشيء الذي نراه أين نراه؟ أين نراه؟ ممكن نرتدي هذا اللباس عند التخرج من الروضة أو التخرج من الجامعة أو التخرج من المدرسة. طيب ماذا يسمى هذا اللباس؟ ماذا يسمى هذا اللباس؟ فوج؟ ماذا يسمى هذا اللباس؟ لباس ماذا يسمى؟ هل عندكم معلومة عن هذا اللباس؟ روب التخرج. أو يسمى ثوب. هو ثوب، هو روب، لكن كله بأكمله، الروب والوشاح والقبعة. بقية التخرج ماذا يسمى؟ لباس تخرج. لباس تخرج أو زي التخرج. إذا يسمى زي التخرج. ماذا يسمى؟ أنا زي التخرج يتكون من روب أسود، روب أسود وطاقية لها شكل معين ووشاح، والوشاح له ألوان متعددة، له ألوان متعددة. إذا ماذا يسمى هذا المعروض أمامكم؟ طيب الآن أريد منكم أن تغمضوا أعينكم قليلاً وتتخيلوا أنفسكم. أغمض عينك، أغمض عينك. تتخيلوا أنفسكم تخرجتم من الجامعة وتريدوا أن ترسموا بأيديكم الجميلة الناعمة لباسكم التخرج. إذن تريد أن تتخيلوا أنفسكم وأنتم ترتدون لباس التخرج. سأعطي لكم وقتا قليلا لتتخيلوا. أغمضوا أعينكم. وأنتم تتخيلون
هل تخيلتم أنفسكم؟ كل واحد فيكم أمامه ورقة بيضاء، أريد منه أن يرسم نفسه وهو يرتدي زي التخرج، وهو العباءة والوشاح وطاقية التخرج. طبعا العباءة سوداء دائما، والطاقية سوداء، لكن الوشاح أنت تختار اللون الذي تحبه، ممكن أصفر أحمر، لأن كل جامعة لها لون معين لوشاحها. من يريد مساعدة يرفع يده وسأساعده. ارسمي يلا زي ما بدك، ارسمي كل نفس الشكل رسم. في بعض الطلاب بتبقى عباءة وشاح. يلا كبريها يلا. يلا بدك اساعدك، يلا ارسم هيك. يلا ارسم، يلا ارسم هيك. يلا احكي لي شو رسمت. احكي لي اللي هو العباءة ميار. رسمتك كتير حلوة، شو رسمتي لنا على الرسمة؟ زي التخرج. أم ايش بتكون؟ عن قبعة التخرج. ايوه. والشهادة، حصل على شهادة، والفوج. هلا هذا شو بنسميه اللي كاتبه عليه فاوج؟ شو بنسميه؟ فوج. وش لا هذا انت كاتبه وشاح. وشو كاتبه على الوشاح؟ فوج القدس. ولنا من اي جامعه هذا متخرج ولا انت متخرجه الحلوه؟ جامعه كبير الزيت. كبير الزيت، شطوره. ما هذا الشيء المعروض امامكم؟ زي التخرج. ايوه اسمه زي التخرج. احسنت يا ندى. طيب من الأشخاص الذين يرتدون هذا الزي؟ من الأشخاص الذين يرتدون هذا الزي؟ رماس. طلاب الجامعة. طلاب المدارس. طلاب أحسنتي، رائعة يا رماس. طيب متى يلبس هذا الزي؟ متى يلبس هذا الزي؟ عند التخرج من الجامعة و والتخرج من المدرسة والتخرج من الروضة. كمان مرة معلمتي، متى ما المناسبة التي يلبس فيها هذا الزي؟ عند التخرج من الجامعة وعند التخرج من المدرسة وعند التخرج من الروضة. أحسنتي، رائعة. جميعنا أنهينا لزي التخرج. طبعا نأكد انه الكل رسم عباءة التخرج وقبعة التخرج والوشاح. ماشي، الجميع انهى. هلا اريد منكم ان كل شخص فيكم يحدد نوع التخصص الذي يريد ان يكون. هلا عندنا على الورقة اكتب التخصص الذي تحبه، تحب أن تكون. يلا
جهزتها ريما. انا ساكون رسامة وانت لا ضروري تكوني رسامة لانه رسمتك كثير حلوة. ماذا ستتخصصين؟ سأكون مصممة الأزياء. مصممة أزياء. ليش بدك تكوني مصممة أزياء؟ شو بتحب فيها؟ أحب فيها تصميم الملابس لأفرح الناس. ممتازة، حتى تفرح الناس بملابس جميلة. ماشي. يا ندى بعد تخرجي سأكون طبيبة. طبيبة. لماذا ستكونين طبيبة؟ لأعالج الناس المرضى. لأعالج الناس المرضى، ممتازة. يلا يا براء ماذا ستكون؟ مهندس بناء. مهندس بناء. ماذا لماذا ستكون مهندس بناء؟ أعمل للناس بيوت. بيوت. تستر نفسها من الشمس. ممتاز، يستر الناس في بيوت، يحميهم من البرد ومن حرارة الشمس. رائع، ممتاز. سيخرج عدد من الطلاب ليمثل عن التخصص الذي اختاره والجامعة التي تخرج منها ولماذا تخصص في هذا التخصص وماذا سيقدم للناس من خلال هذا التخصص. يلا سأختار بعض الطلاب. ميار، تولين، ليال، ندى و محمد وتامر. يلا خذ معك الورقة الرسمة. يلا الوقف هون. كل طالب يضع رسمته على الأرض بالترتيب و يعطيني حركة تبين التخصص الذي يختاره بعد أن يذكر اسم التخصص طبعا. يلا يلا حطيها. أنا سأكون رسام. حطي الحركة. أنا سأكون معلم. أنا سأكون معلمة. تامر. أنا سأكون جندي. أنا سأكون صيدلانية. أنا سأكون طبيبة. أنا سأكون شرطي مرور. هلا الكل واقف عندي الحركة التي أداها وسأعتبركم آلات تتكلمون. من أكبس على كتفه يتكلم عن تخصصه وماذا سيقدم للناس من خلال هذا التخصص. أنا رسامة أخطط في قلمي لأرسم أجمل اللوحات وألون بأحلى الألوان لأعبر عن مشاعري وعن مشاعر الآخرين. أنا معلمة أعلم الطلاب وأنشر لهم العلم والمعرفة وأعلمهم الأخلاق والقيم. أنا طبيبة أقدم العلاج للأفراد من الأمراض وأصب لهم الدواء المناسب وتوفير الرعاية الصحية لهم جميع الناس. أنا جندي أحمي بلادي وبالروح أفديها ودافع عن أرضنا وأحميها من الأعداء. أنا صيدلانية. أنا صيدلانية. ماذا تقدم الصيدلانية للناس؟ الدواء وأعطيهم إرشادات صحيحة. لأخذ ماذا؟ لأخذ الدواء وأعطيهم مواعيد التناول. أنا شرطي هذا على نظام السرق وأحمي الناس
طبعا هذا مر معنا في مؤسسات وطني سابقا. أشكركم على هذا الأداء الرائع، وأطلب منكم كل واحد يحمل ورقته ويجلس مكانه. طبعا معلمتي هنا أنهينا هذه اللبنة وتعرفنا على تخصصات متعددة، وفي النهاية نتخيل ميار أنها تخرجت من كلية الفنون وأصبحت رسامة وتريد أن تلبس روب زي التخرج، تريد أن تقدم لكم الحلوى بمناسبة تخرجها من كلية الفنون وأصبحت ميار الآن رسامة. يلا يا ميار، وش قدم الحلوى للست سبعة ونص؟ يلا تعالي من هون. يلا من هون. كلام شكرا لكم طلابي الأعزاء على تفاعلكم في هذه الحصة.